بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالذوق تسامح وتكلم، وتسابق في الخير تقدم، من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينعم. بالذوق تسامح وتكلم، وتسابق في الخير تقدم، من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينعم. بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. مرحبا بكم في ذوق جميل من أجمل أنواع الذوق، يوم أن يشعر الإنسان بآلام غيره، أن يعيش الآلام فيذهب إلى إخوانه في بيوتهم أو في المصحات والمستشفيات يخفف آلامهم. من أجمل المشاوير في الحياة أن تذهب ومعك ملائكة الرحمن، كيف يكون ذاك يوم أن تزور أخا لك في الله قد اعتلت صحته، فتنسئ له في الأجل، تنسئ له في الأجل، وتشرح له صدره، وتكون في ذوق عال، وأنت تبعث له رسائل الأمل الجميل، وأنت تستصحب الأجر العظيم من الله رب العالمين. إن الزائر للمريض في خرفة الجنة حتى يعود، إن الزائر للمريض والعائد له تشيعه ملائكة الرحمن. ولذلك لا بد أن يكون له ذوق عندما يقف عند رأس المريض. إذا وقف أحدنا عند رأس المريض فإنه يكون باشاً هاشاً، لا أن يكون مقطباً منفجعاً. فبعض المرضى لا يدري الألم الذي هو فيه، أنت مرآة وجه المريض، فإذا رآك متهللاً تهلل وجهه، والبعض إذا نظر إليه قال: ما لك؟ أين حسنك؟ أين جمالك؟ ما هذه الصفرة؟ ما هذا الشحوب؟ فيأتي الآلام من جديد، وينهدم نفس المريض من قلة الذوق إذا نظرت إلى المريض ألا تتبسم. تبسم ولو كان الموت يخطو في على خديه وعلى قسمات وجهه، انسأ له في الأجل. من الذوق بعد الابتسامة والسلام ألا تجلس معه على سريره، فلربما ضايقته. بعض الناس يجثو إذا لم يجد موقعا إلا أن يضايق مريضا المغذي في يده، والهم قد سكن بدنه. من الذوق أيضا أن تنسئ له في أجله، فتقول: ما شاء الله، أراك اليوم خيرا من الأيام الذي بعده، ماذا قال الطبيب؟ فإذا قال لك عن الطبيب أنه يقول لا بأس، زد في لا بأس، حتى تكون فألا يرفعه من فراشه. وإياك أن تكون أنت هادم اللذات، أنت الذي ترحله به عن الدنيا بسبب رسائل سلبية سيئة. أيضا من الذوق عند زيارة المريض ألا تنقد طبيبه: من طبيبك؟ فإذا قال فلان قل: سمعنا عنه أنه ماهر في طبابته. لا أن تقول: أعوذ بالله، فلان أذكر أنه قد أجرى عملية لفلان، وفلان قد رحل إلى العالم الآخر ولا زال في أجداث الموتى. إياك أن تنتقد طبيبه، اذكر له أن الطبيب هذا من أحسن الأطباء، وادع له أن الله يبارك في عمره وصحته. أيضا إياك أن تكون طبيبا فتصف له علاجات أو خلطات، فمن قلة الذوق أن توقف مسلسل علاج إنسان أتى للمصحة، وتأتي له بالمر والعلقم
وتلك الخلطات الشعبية التي لربما أفشلت الكبد وأوقفت الكلى وأذهبت البصر، لأنه قد جربتها جدك أو جدتك أو جارتك، فتدمر صحة إنسان بسبب رأي طبي غير صادق ولا أمين وليس من الذوق في شيء. من الذوق أيضا أيها الأحباب، وأنت تتحدث مع ألا تحرجه، فمن الذوق مع المريض ألا ندخله في الحرج. ماذا قال الطبيب؟ الألم أين مكانه؟ أين يتنقل؟ يا أخي هناك أسرار في المرض لا يريد المريض أن يفصح بها عن غيره. البعض لربما ورى بمرض دون مرض لا يريد أن يتحدث الناس عنه في أسراره وفي بدنه، فلا تحقق. فإن بعض الناس محقق من الدرجة الماهرة، طيب فين بالضبط مرضك؟ فين؟ ضع يدك عليه أرى أين يتنقل. يا أخي الحبيب، ومن قال لك في المنام أنك كنت طبيباً؟ حتى الأحلام لن تكون فيها طبيباً، فلماذا يا أخي تؤذي صاحبك؟ اسأله سؤالاً عابراً جميلاً وكن ذا ذوق، إياك والإطالة. فبعض الناس من بداية الزيارة الرابعة عصراً ويخرج في العاشرة ليلاً بعد أن تحولت آلام هذا إلى أمراض. يا أخي وقفة جميلة، دعاء جميل، تنفيس في الأجل، ابتسامة، باقة ورد، حلوى، طعام جميل، ماء زمزم، رقية جميلة. من الذوق أيضا إذا طلب منك المريض أن ترقيه، ضع يدك على رأسه واقرأ بفاتحة الكتاب، فما أجمل أن نفرح برياض الجنة ونحن نسير فيها، وفي خرفة الجنة ونحن ننغمس فيها، وفي ملائكة الرحمن وهي تشيعنا. هنيئا لك يا صاحب الذوق الجميل في زيارتك وعيادتك للمريض، فملائكة الرحمن على رأس المريض يؤمنون دعاءك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. بالحسنى عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالحسنى عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل.